الرئيس المصري يزور سلطنة عمان في أول زيارة رسمية له بدعوة من السلطان العماني قابوس بن سعيد لتعزيز ودعم العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة. سياسياً هناك تشاور ورؤى مشتركة لحل القضايا بالحوار والتمسك بالوحدة. اقتصادياً، في 2016 بلغت صادرات السلطنة إلى مصر 43.768 مليون دولار، وبلغت وارداتها 124.839 مليون دولار. في 2017 وقعت مصر وعمان اتفاقيات للتعاون الثنائي وتعزيز التبادل التجاري. إعلامياً، في 2014 وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الإعلامي ودعم الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات. ثقافياً، استضافت مصر عدداً من الفعاليات الثقافية للسلطنة. في 2017 تبادل مسؤولو البلدين الزيارات لتعزيز التعاون العسكري. على الجانب التاريخي للسلطنة مواقف مشرفة لن ينساها المصريون، منها إيقاف السلطنة مفاوضاتها مع فرنسا احتجاجاً على حملتها ضد مصر، تأييد عمان لمصر في العدوان الثلاثي، التبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر في حرب أكتوبر، تأكيد السلطنة على دور مصر ومكانتها في بناء وحدة الكيان العربي. أن مصر كانت عنصر الأساسي في بناء الكيان والصف العربي